التعاون الاقتصادي ما بين العراق والدول الأجنبية في تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة جاء من خلال تقديم العرض الفني والأعمال المماثلة للشركات الكورية للحكومة المحلية في البصرة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر. دراسة الوضع المشكلة الماء بالبصرة بناء على طلب السيد المحافظ، ويعني حاولنا أن نتوصل لاستنتاجات معينة بخصوص هذه المشكلة، وحاليا إن شاء الله راح تطرح بهذا المؤتمر. يعني الحلول الموجودة حاليا هي حلول على مراحل. المرحلة الأولى اللي هي طويلة الأمد، اللي هي تنقية مياه البحر أو تصفية مياه البحر. المؤتمر اليوم هو شركة كورية لديها عروض لتقديم ما لديها من يعني من مسائل تخص إقامة المحطة الكبرى اللي موعودين بها بالبصرة لإنتاج أكثر من 1,000,000 متر مكعب مياه يوميا مع 3,000 ميجا. هي يعني على مراحل طبعا. إن العروض التي قدمت لمشاريع تحلية المياه ستدرس من قبل الجهات الحكومية المختصة، سيما تعتبر الشركة الكورية المتقدمة للعرض من أهم الشركات العالمية التي لها أعمال مماثلة في دول عربية وأجنبية. اليوم يعني الحقيقة بعد التوصيات اللي تم المصادقة عليها، بعد ما تم إطلاق بعض أموال المحافظة، تم استثناء مشاريع المياه من إجراءات تنفيذ العقود الحكومية، علينا أن ننطلق بمشاريع تنفيذية عملية تسهم في حل الأزمة الحالية اللي نعيشها بالمحافظة. الحكومة الاتحادية بعد يعني بعد كل هذه المشاكل وخراب البصرة، وخصت مبالغ من الأموال، هي من أموال البصرة التي كانت محجوزة منذ 4 سنوات، وهذه الأموال اللي هي جزء من أموال المنافذ الحدودية خصصناها إلى موضوع الماء. الفرصة الأخيرة لحكومة البصرة المحلية بعد صرف المبالغ من حكومة بغداد لتنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطن البصري بعد ارتفاع الاحتجاجات الشعبية في المدينة. إنشاء محطات تحلية في مدينة البصرة من قبل شركات الرصينة خطوة لإنقاذ المدينة من معاناة ملوحة وتلوث المياه التي أصابت أكثر من 100,000 مواطن بصري أصبح ضحية التسمم. علي عدنان، قناة الرشيد الفضائية، البصرة.